لا ليش ما توقفوا عليه؟ صراحة أنا هالشهر هذا وقعت الإيجارات من المستأجرين لأن العمل بالعراق عندنا واقف ومنع التجوال، واليوم هذا الفيروس الوباء اللي صار فيروس كورونا على العالم قاعد الناس ببيوتها، وهذه الناس قوت يومي، والقوت اليومي إذا اشتغل اليوم أكل، ما اشتغل ما أكل. فإيجار مين يجيب؟ قلت لهم عمي أنا هذا الشهر إيجاركم شهر الرابع واقع ما أريده، وإذا الله سبحانه وتعالى تحسن الحال إن شاء الله نرجع على ما كنا عليه. تقريبا صار لنا إحنا أسبوعين عاطلين عن العمل، وإحنا ناس كسبة قوت يومي، إنه الإيجار مال الشهر الرابع إنه ما يستلمه وواقع هذا الإيجار، وأي واحد من عندنا إذا كان محتاج أي حاجة فهو كفيل أن يسدد هذا المبلغ بمكانه. قال لنا أحد يدفع إيجار ومستعد، حتى هو في وقت افتر علينا وقال إذا تريدون أنا أنطيكم فلوس، لأنه موضوع الشغل ماكو والمنع تجول ورزق وقف، والحمد لله أشكر رب العالمين. فهو التصرف هذا يعني حيعيدها النفس أضعاف أضعاف من ستر من الله. Thank you.